أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم من قلبي أحييكم. أنا سمير كنعان، حلقة جديدة من ملاعب وأهداف. ملاعب وأهداف يتناول كل ما يتعلق بالرياضة العالمية، وهذه الحلقة من أوروبا القارة العجوز. انطلق الموسم الأوروبي بمباراة السوبر. السوبر الأوروبي دائما هو مفتاح وبوابة الموسم الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي وسابقا كأس الاتحاد الأوروبي. طبعا ريال مدريد أكيد يعني الرابع عشر وإن شاء الله تكون الخامس عشر مع فرانكفورت الذي أقصى العديد من المنافسين الكبار في الدوري الأوروبي وكان بطلا بجدارة، ولكنه صدم بشخصية ريال مدريد. ريال مدريد بطل السوبر، ولكن ريال مدريد ليس سوبر، وأنا مصر على هذه النقطة. ريال مدريد ما زال يحتاج إلى تكملة النواقص الموجودة. رقم واحد رأس الحربة بلا جدال، قولا واحدا ريال مدريد يحتاج إلى رأس حربة، لأنه شفنا بالأمس بعض الهفوات على مستوى الهجومي من بنزيما فينيسيوس. لو ما كانش واحد فيهم في يومه ريال مدريد بيتأثر بشكل كبير، وبالتالي بيتورط في عدم النجاعه الهجوميه. مباراه زي الامس محتاجه لراس حربه، محتاج انه لاعب نلعب له عرضيات. احنا ريال مدريد لازم يكون عندك تنويع شامل للعب، بينيات وعرضيات وتسديد من خارج 18، كل اللعب هذا الموجود. احنا نفتقر الى العرضيات، صاروا لاعيبه الباكات والاجنحه اللي في ريال مدريد ما يلعبوش اوفرات، ما فيش عرضيات، لانه ما فيش راس حربه صريح. كامل احترامنا بنزيما، ما فيش مشاكل، ومع ذلك انه بنزيما كان سيء امبارح. وبالمناسبه انا اليوم مش جاي احكي على ايجابيات المباراه، جاي احكي على بعض السلبيات. والحاجة اللي أنا صحيت وتنكدت عليها لما شفت التقييم تبع اللاعبين سيء للغاية، تقييم ظالم. أعطى بنزيما أفضل لاعب في المباراة، تخيلوا أنه 8.2 تقييمه أعلى واحد في ريال مدريد. يعني كورتوا اللي أساسا خلى ريال مدريد في المباراة، ولو تلقى واحد أو اثنين من الأهداف اللي كانت مسددة على كورتوا واللي تصداها بكل قوة وبكل جدارة. خطيرة هنا تأتي لفريق فرانكفورت النسور من أجل التحليق، لكن هنا يعب بعد ذلك فرصة لن تأتي ولا ده. وأثبت كورتوا في دوري الأبطال أنه هو مفتاح رئيسي لفوز ريال مدريد باللقب، وما زال يكمل هذا الأداء الرائع جدا. نجد أن كورتوا 7.6 وبنزيما 8.2، يعني هو الأعلى. عندي مثلا كاسيميرو، بالأمس واحدة من أفضل مباريات كاسيميرو، كان كاسحة أنغام بمعنى الكلمة، وبالمناسبة هو اللي صنع الهدف، الهدف الأول اللي فتح المباراة. ومع ذلك كاسيميرو كان رقم 2 بتقييم 8 بعد بنزيما. صدمة أخرى، أنا مش عارف الناس اللي بتقيم وبتعطي الأرقام هذه بناء على إيش. يعني ألابا ياخد 8.1، ميليتاو ياخد 7.5. طب ميليتاو أنا شفته أقوى مباراة عملها مبارح كانت لميليتاو، صراحة كان لحاله بدافع، وشفنا أكثر من ثغرة كان سببها ألابا ومندي. طبعا يعني مندي عايش دور روبينيو، ومش عارف مين سحر له مخه وأقنعه أنه أنت مهاري وعايش فيها دور روبينيو والولد. موضوع تاني مندي خلينا حنجيله، لكن بنحكي على موضوع أنه ميليتاو وألابا. أنا مش فاهم كيف ألابا ياخد اعلى من ميليتاو في مباراه عشان سجل هدف. طب ما الهدف انت الشبكه فاضيه، معطيك اياها كاسيميرو. لوكا مودريتش 6.8، اقل واحد في ريال مدريد بالامس. كيف؟ وين؟ الدماغ فين؟ ايش؟ طب شفنا مودريتش بمجرد خروجه صار في عشوائيه في اللعب، وحنحكي عن موضوع التغييرات السيئه جدا كانت من كارلو انشيلوتي. لكن انا بالنسبه للتقييم بكمل على موضوع التقييم، يعني 6.8 لوكا، 6.8 فالفيردي، حاطين ان هم أسوأ اثنين، 6.8 أسوأ اثنين، مع انه انا شايف انه فالفيردي كان من افضل لاعبي ريال مدريد امبارح. الولد جري يمين وشمال وبالطول وبالعرض وقطع كرات وصنع كرات وعمل كل حاجه في الكوره، والولد كان هو السبب الرئيسي في الرابعة عشر اصلا في دوري الابطال. نحكي الان في التبديلات وعشوائيه الاداء واللي شفناه صراحه. يعني بالامس كان بدايه ريال مدريد نوعا ما يعني متحفظة اوكي، وكان في انفراد لفرانكفورت كان ممكن نطلق اهداف لولا كورتوا، يعني يستر عرضك يا كورتوا. الامور ماشية تمام والحارس بتصدى والدفاع استبسل نوعا ما مع ميليتاو، ولكن كان في شوية مشاكل على مستوى البناء الهجومي، انه الريال بيبني حبة حبة وبنزيما مش عارف يلعب. امبارح كان بنزيما سيء، يعني اوكي احنا ما حدش بيقدر ينتقص من بنزيما وجهوده وقيمته العظيمه في ريال مدريد، لكن انت بني ادم في الاخر، بيجيك يوم مش يومك يا اخي. فانا بضطر انه لازم يكون عندي راس حربه منيح يا سيدي. انا مش عارف انشيلوتي، طب انت ليش تمسكت في هازارد؟ ليش لحتى الان ماريانو موجود عندك؟ ليش في عندك راس حربه موجودين انت ما بتشتركهمش؟ انت اساسا ما فكرتش انك تشتري راس حربه.
واصلا سكرت السوق وقلت انه ريال مدريد مش محتاج. لا يا حبيبي محتاج، اذا انت مش شايف احنا شايفين. نكمل لما صارت التغييرات. يا عيني على التغييرات لما صارت، لما حب ينزل طبعا هو بده يجامل الناس الجديده اللي اجت، تشواميني وروديجر، فبده ينزلهم. نزل روديجر باك يمين بدل كارفخال، مع انه انا يعني لا يصلح انه يكون باك يمين، روديجر واضح انه لاعب قلب دفاع، فهو بدوش يطلع ولا ألابا ولا ميليتاو، فنزل روديجر على اليمين. انا ممكن اعتبر هذه يعني بوابه انه تكون في شويه مرونه تكتيكيه للريال، على اعتبار انه ممكن العب خطه 3 5 2 والعب بالثلاثي ألابا وميليتاو وروديجر. ممكن اذا بده يتعامل بالنطاق هذا فاوكي ماشي يا انشيلوتي، يا عم انت خبره واحنا مش قدك. ولكن شفنا بمجرد نزول تشواميني وكامافينجا مع بعض صار في خط الوسط صار في عشوائيه. سيبايوس، تشواميني، كامافينجا، كاسيميرو، اربعه مدافعين في خط الوسط. يعني ما فيش لعب، ما فيش كوره. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. اخر مباراه ريال مدريد مشاها هيك، مشاها انه بس الفريق الاقبالي ما يلعبش. اوكي طبعا يعني حتشكي لي ما هو ايطالي وانت يا عم سمير انت ايطالي والفكر الايطالي هيك بيقول، بس لا برضه الفكر الايطالي بيعرف اوكي انا بخرب عليك اللعب انت كمنافس، بس انا لازم يكون عندي اسلحه الدغك فيها. اللي شفناه امبارح عشوائيه بمعنى الكلمه، مش انه والله انا بسكر اللعب وبعتمد مرتدات ولا، شفنا عشوائيه بمعنى الكلمه في اخر 10 دقائق من المباراه تحديدا مع التغييرات اللي صارت. ونتمنى انه هذا الموضوع نتلفى. ريال مدريد صار عنده زحمه كثير في خط الوسط، اسماء كثيره واسماء كلها لامعه جدا، حتى الصغار حتى اولاد التوجيه الموجودين كامافينجا وشومين، الاولاد الصغار هذول برضه ممتازين جدا، ولكن احنا بنحكي على زحمه كبيره في خط الوسط لازم يتعامل معها بحنكه كارلو. انا واثق انه كارلو حيعرف يتعامل مع النقطه هذه، وكان اولى انه احنا نشتري راس حربه. واتمنى انه ريال مدريد لسه السوق مفتوح يعرف يخطف مهاجم، مش شرط يكون مهاجم سوبر، المهم مهاجم طبيعي يرضى يكون على الدكه لبنزيما. هذه مشكلتنا وانا حكيتها مره واثنين وحعيدها وللابد، مشكلتنا في بنزيما انه هو سلاح ذو حدين. بنزيما ما بينفعش انه ما يكونش في الريال، وفي نفس الوقت وجود بنزيما مخرب الريال. كيف يا سمير مخربي انت بعقلك؟ اه والله انا بعقلي. بنزيما مش معطيك مرونه تكتيكيه في خط الهجوم، انت بتبني المنظومه على بنزيما. طب لو بنزيما كان سيء؟ طب لو بنزيما تصاوب؟ الريال باح، ما بينفعش. انا مش متخيل ايش حيصير في ريال مدريد السنه الجايه بدون بنزيما بدون لوكا مودريتش، يعني كنا نحكي بدون مارسيلو يعني الامور. فنتمنى ان شاء الله الموسم لسه في البدايه، هذه اول مباراه رسميه بالمناسبه، والتقييم انا مش معترف فيه جمله وتفصيلا، ولكن نتمنى انه ريال يتحسن، وهو حيتحسن اكيد. وبرجع بحكي انه الريال بطل سوبر ولكنه ليس سوبر. والسلام.